السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد على قناتكم بوزارد. اليوم غادي نشوف واحدة الصندوقة اللي كما كتلاحظوا وكما كتشاهدوا الآن، اللي الأبعاد ديالها 20 سنتيمتر على 13 سنتيمتر، اللي العلو ديالها 8.5 حتى 9 أو بالأحرى 9 سنتيمتر. هذه صندوقة ديال البلاكاج بالصدف أو بما يسمى المحار أو كما كتعرفوه، اللي كيعطي واحد اللمعان طبيعي براق ومتلألئ. فهاد الصندوقة هادي صندوقة ديال القفل، كما كتلاحظوا هذا هو الداخل ديالها، هذا هو المفتاح ديالها. غنقوم الآن بالغلق ديالها، ومن ثم غنقوم بالفتح ديالها من جديد. وكما كتلاحظوا هذا هو الشكل الداخلي ديال الصندوقة ديالنا. كما كتلاحظوا هذه الصندوقة ديال الداخل، كنحطوا فيها المجوهرات او بعض الاشياء الثمينة اللي كان خافوا من الضياع ديالها، وبالتالي والاحتفاظ بها في أماكن آمنة. فكما كتلاحظوا هذه هي الصندوقة ديالنا. كتقفل وكتحل بواحد الطريقة بسيطة وأنيقة. يلا نخليكم مع هذا التحفة الجميلة. يلا إلى عجبكم الفيديو كنتمنى ما تبخلوش علينا بزر لايك والاشتراك في القناة، وإلى موعد آخر إن شاء الله.